اليوم تجربتنا مختلفة شوي، مش عم نجرب سيارة، عم نجرب إطار، وتحديدا إطار بيريلي على سيارة المكلارن اللي عم بتشوفوها هونيك. رح تكون تجربة رائعة جدا، مختلفة عن العادة. رح نجرب تماسك الإطار والسرعات العادية بتجربة مخيفة اسمها بيريلي إكسبيرينس، عم نجربها مع بعض هون بلعبة دبي أوتودروم. حبينا قبل ما نبلش نخبركن عن تجربتنا على الحلبة ناخدكم بجولة سريعة بهالجراج الرائع لبيريلي إكسبيرينس. عم نشوف فيه وراي سيارات المكلارن اللي حيطلع فيهن لبرا، بنفس الوقت في أنواع تانية من السيارات فيك تعملها بالبيريلي إكسبيرينس هون بحلبة دبي أوتودروم. تمتعوا معي بهالجراج الرائع ولا أحلى من هيك لبيريلي بدبي أوتودروم. تجربتنا بالبداية رح تكون بالفيات أبرز، رح ناخدكم بتجربة على الحلبة هلا. We're good to go, the green light is go. وصلنا على سرعة 160 كيلومتر بالساعة حسب ما مبين معنا. We start breaking هون على الكون الأحمر قبل بحوالي 150 متر، نخفف سرعتنا، نمسك على الكون الازرق ومنضيق على الكوع، هيدا اللي عم بقلنا اياه الانستراكتور، تنوصل على الايباكس على الكون الاصفر هون، نرجع منوسع. رائعة التجربة. مع الانستراكتور عم يعطينا مظبوط الخطوط اللي لازم نمشي عليها بالسيارة، عم نوصل 160 كيلومتر بعدنا بالابرز، بس نطلع على المكلارن التجربة رح تكون مختلفة كليا. عم تسمعوا معي الأصوات الرائعة لسيارة مكلارن اللي حنختبرها، بالأحرى حنختبر إطارات بيريلي عليها بالبيريلي إكسبيرينس. طبعا هي تجربة بيريلي بحلبة أوتودروم، أي حدا بيقدر يحجزها ويعيش الأدرينالين وقوة التماسك والسرعات العالية لسيارات مكلارن مع إطارات بيريلي. صرنا موجودين هلا بالمكلارن جي تي اللي حطلع فيها على الحلبة، عايشكم تجربة رائعة بالبيريلي إكسبيرينس على مثل مكلارن، ونشوف مدى تماسك هالسيارة برغم الإطارات اللي موجودة عليها منهم سليكس، الإطارات اللي موجودين عليها هن إطارات طرقات عادية. تنشوف شو حنعمل معنا على التراك. بعدنا مبلشين والتجربة مختلفة. اوكي سوري. صوت التربو رائع جدا 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 جدا. بلش الشتير هلا. So this is a different experience.